والآن أنقل الكلمة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة. أصحاب الفخامة والسمو، سيدات والسادة، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أود في البداية أن أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأود أن أتوجه بالشكر لكم فخامة الرئيس وإلى الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس هذا العام. نقدر هذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي في لحظة تحتاج فيها إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية والتعاون لبناء عالم أفضل. من خلال الرئاسة الروسية تجسدت رؤية جماعية تعزز قوة البريكس كمنصة للتعاون الدولي، ليس فقط لحل المشاكل بل في رسم مسار مستقبلي يضمن الازدهار لشعوب العالم. مجموعة بريكس لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، بل هي نموذج لشراكة قائمة على التعاون المتعدد الأبعاد. من خلال هذه المنصة يمكن لدولنا الاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق تقدم مشترك، وهذا هو الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات التي لطالما وضعت التعاون الدولي في صلب سياستها، وتؤمن بلادي بأن الشراكة الحقيقية مبنية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وليس على المصالح الضيقة أو الحسابات المؤقتة. نجتمع هنا اليوم مع دول أصدقاء البريكس سبل العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرار. كانت التحولات الاقتصادية المفاجئة أو التغيرات المناخية المتسارعة أو التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة أو تفاقم النزاعات والحروب، جميعنا مطالبون بالتحرك لإيجاد حلول بناءة وطويلة الأمد، وهذا هو جوهر تعاوننا ضمن إطار مجموعة البريكس الذي يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية كأساس للتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف. إن تحقيق السلام والاستقرار الدوليين وحده الكفيل ببناء الجبهة العالمية القادرة على مواجهة تحدياتنا المشتركة، وهو القادر على إنهاء معاناة الشعوب والمدنيين في مناطق الحروب والصراعات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار. وعلى هذا الأساس فإننا ندعو لوقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية للوصول لكافة المدنيين، والبدء بمسار سياسي على أساس حل الدولتين والتعايش السلمي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كذلك في لبنان فإننا نعيد التأكيد على أهمية استمرارية دعم الجهود الدولية كافة الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار والتعديات الإسرائيلية ومعالجة الأزمة الإنسانية، وندين بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. أصحاب السمو وأصحاب الفخامة، من أهم محاور النقاش في اجتماعنا اليوم هو تعزيز التعاون مع الدول الصديقة بمجموعة بريكس في شتى المجالات مثل التجارة والاستثمار وتحول الطاقة والاستدامة والنقل والأمن المائي والأمن الغذائي، فإن هذا التعاون سيعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فاعلية ويبني أسس لنمو اقتصادي شامل ومستدام. تؤمن الإمارات بأن توسيع نطاق التعاون مع الدول الشريكة فرصة لتطوير استراتيجيات اقتصادية مبتكرة تفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق منافع متبادلة. في عالمنا اليوم التعددية ليست خيار بل هي ضرورة.
أن التحديات التي تواجهنا سواء كانت اقتصادية، مناخية، اجتماعية لا يمكن مواجهتنا بمفردنا. التعددية هي أساس الاستقرار والنمو، ودولة الإمارات على استعداد للمضي قدما في تعزيز هذا النهج من خلال التعاون مع دول البريكس والدول الصديقة. تدرك بلادي أن الدور الأساسي الذي تلعبه الدول الناشئة والنامية في صياغة مستقبل الاقتصادي العالمي، ومن هذا المنطلق نؤمن بأن دول الجنوب العالمي لابد أن يكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في صياغة القرارات الاقتصادية. طلع الإمارات من خلال مشاركتها في مجموعة البريكس ومن خلال تعاونها الوثيق مع شركائها وأصدقائها إلى تعزيز نهج التعاون والانفتاح، ونؤمن بأهمية بناء المزيد من الشراكات ومنصات تبادل المعرفة والخبرات التي تساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة ودعم التنمية المستدامة. نحن مستمرون في دعم خطة مجموعة بريكس للتوسع وتعزيز التواصل الإيجابي مع الدول الصديقة والتكتلات العالمية، ونعمل على توسيع نموذج عمل مؤسسي ومستدام يدعم هذه الإصلاحات. فخامة الرئيس، مرة أخرى أتوجه بالشكر الخاص لكم ولروسيا على حفاوة الاستقبال والتنظيم، ونأمل أن تكون مخرجات اجتماعنا اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون فيما بين مجموعة البريكس. شكراً.